إذا مع شكل الأشكال شكل الحاء لدينا هذا الحاء ما شكلها حين تقرأ؟ في أول آخر الكلمة وهذه في وسط الكلمة ويمكن ايضا ان تكون هذا موعدها في وسط الكلمه ولكنها لا تصل الحرف الذي قبلها. اليوم لدينا لعبه الكلمات، لدينا هذه البطاقات، هذه الاجزاء الاولى من البطاقات، ولدينا بطاقات اخرى، هذا الجزء الاول وهذا الجزء الثاني. ماذا سنفعل اليوم؟ سنضع او نوصل الجزء الاول بالجزء الثاني ونحصل على الكلمه. قبل ذلك سنلعب لعبه الكلمات عما اتحدث. عما اتحدث؟ اذا اخذ هذه البطاقه الاولى، انت بجيدا ريتش. اذا هذا رجل احيانا يزورنا في المدرسه، واحيانا كنزي، واحيانا نجده في مدينه الملاهي. فماذا يفعل وظيفته؟ انه يضحك الاطفال. مستأذن. فهدر. يضحك الأطفال الفهد. نعم. مهرج. أحسن. مهرج. يلا على اللوحة نكتب مهرج. جيد. اسمع. مهرج. هذا هو جسمها. من يشوفها؟
عندوش فوضى. كلسي عدد الدروس. وصلنا الى كلمه جميله جدا. احيانا في نهايه الاسبوع يعني في الغد لا نذهب الى المدرسه، يعني غد ما نقراوش، مش غد ورا الخميس نقرا، يعني في الخميس العشيه، خميس مساء او جمعه مساء عندما نستطيع ان يعني ان نخلف او نخالف موعد النوم يعني، ونبقى مع الاسره في بيت الاستقبال او في الاستقبال ونتسامر، لا نذهب الى النوم ولكننا نجتمع في غرفه الاستقبال. وماذا نفعل ايمن؟ نقرا؟ لا نقرا. العب. 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 اعطوني كلمه فيها ها. ذهبون. ذهبون. نبقى في غرفه الاستقبال. ذهبون. نبقى في غرفه الاستقبال. ذهبون. عندما لا ننام في الوقت المناسب ونبقى مجتمعين مع الأسرة فماذا نفعل؟ علم. علم. تكلموا وخلاص ما كنتش فكرة. سهم. سهم. ماذا نفعل؟ نذهب. نعم. نذهب. نعم. أمي. شهر. لا. نشرب القهوة في الليل. شو مليحة القهوة في الليل؟ عاودوا، تعرفوا الكلمة تعرفوها، انتبهوا جيدا، ننتبه، يلا انجلسوا. أحيانا على التاسعة مساء في الليل نذهب إلى النوم، ولكن هذه الليلة لم نذهب إلى النوم، وإنما بقينا في غرفة الاستقبال مع أفراد الأسرة نتسامر، نحكي، نتحاور، نقص، نحكي، فماذا نفعل نحن؟ ماذا نفعل؟ لم نذهب إلى النوم. نتسامر. نتسامر، نعم. أحسن. تصفيق على يانيس. وصفة يانيس. نسهر. نسهر. إذا من اليوم كلمة هذه الكلمة سهرة على اللغة. سهرة بسرعة بسرعة بسرعة. سهرة تون. سهرة تون. سهرة. يلا كنزي يلا يلا بسرعة. سهرة تون. اثنان، ثلاثة، فلوحة، جيدة. كان يكتبوا صا صا صهرة دون يقولوا صهرة دون صا صا بالسين بالسرعة دون ما تقولوش أستاذة أميرة. نحسب ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. سهرة دون سنتم جيد جدا. كان فقط أين يكتب صهرة دون الصاد؟ أعطيني شوف إلياس. أجلس أجلس إلياس الحال، أعطيني شوف، ما كتبتش؟ ما كتبوا له إلياس، يا الله يسلمك، مليحة إلياس، مليحة. سهرة تون، جيد، إذا تبدأ الكلمة بسهرة تون، يلا هذه سهرة. الكلمة الأخرى عندما أحياناً أحياناً عندما يكون في جلدنا يحمر، جلدنا يحمر ممكن من لسعة بعوضة أو ربما جرحنا، فماذا نضع على الجلد؟ ماذا كلمة فيها ها؟ نجاح. ماذا نضع على جلدنا؟ ماذا نضع؟ هلال. نضع الهلال على الجلد بتاعنا؟ لا. أحسنت آدم، تصفيق على آدم. عودها ما عودها؟ مرهم. جيد، اكتبوا كلمة مرهم. أحسنت. مرهم. مرهم. يلا يلا بسرعة. واحد اثنين ثلاثة. ليش النون ما تكتبوش النون؟ تنوين. يبقى ضمتين ما تكتبوش النون. جيد أحسنتم. النهار تاعك ما كتبتهاش مليح. جيد جيد.
مرة را لذا دادت في را تبتدى مرها والمضى الألواح مر ها من مر ها من يلا مر ها من بطاقة أخرى بطاقة أخرى بطاقة جميلة جدا هذا العنصر هذا عنصر لا يستطيع أي كائن حي يعني لا الإنسان ولا الحيوان ولا النبات أن يستغني عنه كنزي ما وشي تبقى معنا هذا العنصر آدم مظهر أقلام هذا العنصر لا نستطيع أن نستغني عنه مسرين معناه يجب أن نعيش به وهذه الكلمة فيها ها وعين وعين انتبه جيدا بقية كلمة نبحث عنها هي عنصر نعيش به يجب أن يتوفر لدينا هذا العنصر وهو نعمة من نعم الله التي لا تحصى فلو كنا في مكان لا يوجد فيه هذه أو لم توجد فيه هذه النعمة لاختنقنا ومتنا قيدور سألوا معنا سألوا وسألوا أعطوني وش معنى الكلمة؟ أستاذة أستاذة هدود نعيش مع الهدود نعيش مع الهدود كيف يكون شو الهدود؟ يموتوا نعم نعم هواء أحسنت هواء تسمع على الجردين واحد شوف انت وش قلنا بالمولى مها حركه طويله ماشي ما
مهرجان. واحد اثنين ثلاثة. جيد احسنتي ندى. جيد مليح احسنت. ماشي شوف عاد مش هتكتب مهرجان مهرة. جيد اذا مهرجان. ماشي مهرة. جيد احسنتي. وين احسنت البقية؟ احسنتم. ما لا 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 مهرجان. اذا احنا تكلمنا عن هذه الكلمات واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة ست كلمات تكلمنا وعرفناها. الآن سنضع الأجزاء الثانية لها.